خلل زج. لهذا السبب لم أشرك رحيمي اليوم أمام الغابون. أكد الناخب الوطني واحد خلل زج أن سفيان رحيمي كان مرشحا للمشاركة في مباراة اليوم أمام المنتخب الغابوني لرسم الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا والتي انتهت بالتعادل هدفين لمثلهما. وأوضح خلل زج في تصريح لبين سبورت قائلا: رحيمي كان موجودا وكان مرشحا للمشاركة في المباراة، لكنني اليوم غيرت خطة اللعب ولعبنا بطريقة مختلفة ومن ثم تغيرت مجموعة من الأمور. وتابع الناخب الوطني وفق البطولة: أنا أردت أن ألعب بلاعب على الأطراف ولقد غيرت بعض الأمور كما قلت. في مركز رحيمي هناك الكثير من اللاعبين كمنير الحدادي وبوفال وزكريا وكلهم جيدون، لكن الكل يقول لماذا أشركت هذا ولم تشرك ذلك، لكن لسوء الحظ لا تستطيع أن تلعب بأكثر من 11 لاعباً.